في هذا السيت آخر سيت متوفر منه، بيجي ريحة باودر وبدي شاور وكريم اوكي لوشن، وهاي الريحة الصغيرة وصابونة آخر واحد. هلا كل الأسعار موجودة عندي في الويب سايت أو بتقدروا تسألوني عنها على الخاص. تمام. هلا في هاي المخمرية، طبعا الكل بيعرف شو هي المخمرية، هاي للشعر بتحطي منها نتوفة على شعرك هيك، أنا بحطها بصراحة من تحت شوي عند رقبتي. كتير حلوة، بتعطي ريحة كتير حلوة وريحة وشوشة هاي كتير نعومة. هلا كان متوفر من حريم السلطان بس للأسف كلها خلصت، بس المخمرية هاي كتير نعومة كتير نعومة ريحتها. هلا في هدول، هدول آخر قطعة منها موجودة في الويب سايت، بيجي هذه شو اسمها اللي في المغربية كولكشن مغربي. تمام. صابونة، وهذا لإيش؟ زي صابون مغربي كمان زيت الزيتون، كتير حلوين كتير حلوين. شايفين كيف من جوا؟ هذا بصراحة أنا ما جربته لسه، بس يعني إجمالا كتير حبيتهم. أنا هاي ما بستغنى عنها، يعني عندي منهم أكثر من وحدة، كل ما تخرب وحدة برجع بجيب منها. تمام. هلا البخور، البخور جبت لكم نوعت لكم أشكال كتير حلوة وعن جد كلهم حلوين، روائحهم كتير حلوين، في روائح ناعمة وفي روائح شوية تقيلة. فهلا كتير ناس بيسألوني شو أنا بالنسبة إلي شو المفضلين، هلا كلهم ناعمين كلهم حلوين ما عدا كم الريحة بعتبرها قوية، بحبوها الناس اللي بحبوا ريحة الخليج. فهذا كتير حلو، هذا جدا حلو، أنا ماخذة منه للبيت. تمام. هذا كتير ناعم، هذا كمان أنا ماخذة منه للبيت. طبعا حريم السلطان مش حطيته هون لأن أوريدي حطيته هناك كتير ناعم. هذا كتير ناعم، على فكرة كلهم حلوين. عن جد كلهم حلوين. هذا ريحته قوية، اللي بحب ريحة الخليجية ياخذ من هذا. تمام. المسك طبعا بتعرف الكل من المسك شو هو، هذا كتير ريحته زهور، هذا كتير ريحته حلوة زهور. هذا عود وهذا عود، هذا رومانتك كتير حلو. فهلا اللي بحب أي شيء أنا رح أحط اللينك، أي سؤال أي استفسار ابعتولي. وهلا رح أعمل كمان فيديو للمباخر. تمام يا حلوين، وأي سؤال أنا جاهزة. لا تنسوا هاي آخر قطعة منها.